السادس الصهيوني وحديثه المتكرر عن مساعي إيران لامتلاك سلاح نووي زادا من لغة التهديد بضرب منشآت طهران النووية، تهديد قللت طهران من شأنه معتبرة مهاجمتها مجرد أضغاث أحلام، حيث يرى محللون أن أي استفزاز من الكيان سيكون مصيره المواجهة العسكرية الإيرانية. لا أتصور أنه سيقدم على تخبط من هذا النوع ويبادر بالهجوم على إيران. على كل حال، لو فرضنا أنه قام بهذا التخبط فمصير المواجهة العسكرية ستحدده إيران بقدراتها وإمكانياتها. في الأثناء تجري طهران مناورات عسكرية حيث اختبرت أحد أنظمتها الصاروخية قرب منطقة نطنز النووية، مناورات اعتبرها متابعون ضرورية وأنها رسالة للكيان الصهيوني حتى لا يقدم على مغامرة عسكرية اتجاه طهران. هذه الاختبارات وهذه المناورات وهذه يعني العمليات التدريبية لاختبار الأجهزة الدفاعية أمر ضروري، لا سيما أن الظروف يعني تقتضي استعدادا كاملا من قبل إيران في الدفاع عن منشآتها النووية. وفي محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية حول ملف إيران النووي، ينتظر أن يسافر رئيس الموساد الصهيوني دافيد بيرنياع ليلة إلى الولايات المتحدة على خلفية استئناف محادثات فيينا حول النووي الإيراني، وسيتبعه وزير الحرب بيني غانز الأربعاء المقبل إلى واشنطن.